النهارده 24 يناير وده بيوافق اليوم العالمي للتعليم. اليوم ده الجمعية العامة للأمم المتحدة خصصته للتأكيد على إن التعليم هو حق من حقوق الإنسان وهو أساس التنمية وحجر الأساس في بناء المجتمع. بكل تأكيد هو مقياس للتطور الحضاري. طبعاً مفيش أمة بتنهض بدون التعليم، مفيش اقتصاد بينمو من غير تعليم جيد، من غير تطوير مهارات كمان الأفراد. عشان كده دول العالم المتقدمة بتنظر إلى التعليم باعتباره ركيزة أساسية لبناء المستقبل. هي يا شاذلي التعليم زي ما قال عميد الأدب العربي طه حسين حق لكل مواطن كحقه في الماء والهواء، وزي كمان ما قال المثل الصيني المعروف لا تعطيني سمكة ولكن علمني كيف أصطاد. يمكن المثل ده الحقيقة لو تأملناه هنلاقي إن هو واحد من أهم أسباب وصول الصين لمكانتها الحالية عالمياً، لأنها اشتغلت على فكرة التعليم وتطوير مهارات الأفراد مش فكرة التلقين يا شاذلي. صحيح، وده اللي احنا اشتغلنا عليه كمان في مصر خلال الفترة اللي فاتت. مصر ركزت بشكل كبير جداً على التعليم في السنين اللي فاتت وطبقت منظومة جديدة للتعليم بتقوم على الفهم والمعرفة مش على الحفظ والتلقين. كمان خصصت ميزانية ضخمة كبيرة لتطوير التعليم، بتتكلم عن حوالي تريليون جنيه في آخر 8 سنوات. التطوير اللي الدولة اشتغلت عليه مش بس مرتبط بالتعليم العام أو الثانوية، لكن للأسف على مدار وقت طويل جدا كانت الدولة يعني كنا ابتدينا نهمل شوية فكرة التعليم الفني، لكن حقيقة الدولة المصرية مؤخرا بقت بتركز بشكل كبير جدا على التعليم الفني، لأن هو ده اللي بيخرج الفني أو الحرفي اللي بتقوم على أساسه الصناعة، ده غير طبعا إنشاء المدارس التطبيقية التكنولوجية المعتمدة على التعاون مع القطاع الخاص، والمدارس دي وصل عددها دلوقتي ل 52 مدرسة في 14 محافظة، وده رقم طبعا كبير جدا، ومن دورها ومن أهم أهدافها إنها بالفعل تخرج كمان طلبة من البداية متخصصين في فكرة أو مطلعين على فكرة التكنولوجيا اللي يمكن العالم كله سابق بخطوات كتير، محتاجين إن احنا نقفز خطوات أكتر عشان نقدر إن احنا نوصل ليهم، لأن كل يوم بيبقى فيه جديد. الفكرة كمان إنه طلاب المدارس دي بيلاقوا أصلاً حتى وهم بيدرسوا فرص إن هم يتدربوا ويشتغلوا، فلما بيتخرجوا من المدارس دي أولاً عندهم كمان فرصة إن هم يكملوا جامعات لو حابين، أو حتى يشتغلوا بهذه الشهادات في الأماكن اللي بالفعل اتدربوا فيها، فبيبقى عندهم فرص عمل وبيتخرجوا من المدارس دي أصلاً مؤهلين. على أي حال هنتكلم مع حضراتكم طبعاً بشكل أكبر عن هذا الملف تحديداً في حلقتنا النهاردة، لكن دلوقتي بنصبح عليكم مرة تانية. صباح الخير والسعادة عليكم. صباح الخير يا مصر.